طالبان والأسد مرجان، لقاء آخر يتجدد بعد ربع قرن، لا هو يهاجمهم ولا هم يرمونه بالقذائف كما حدث في منتصف التسعينات. باتت الحدود واضحة، فهو الأسد الأشهر في حديقة الحيوانات الوحيدة في أفغانستان، فيما يرون في أنفسهم أسود كابول الجدد. مرجان الأسد الأبرز في العالم كان هدية من ألمانيا الغربية إلى أفغانستان في عهد الملك الأفغاني ظاهر شاه نهاية سبعينات القرن الماضي. عاصر مرجان العهد الملكي ثم الاجتياح السوفيتي والحكم الشيوعي والحرب الأهلية بداية التسعينات، كانت قذائفها تحط عند عرينه، لم يصب كما حدث مع بعض حيوانات الحديقة، لكن حظه كان سيئا عام 95. تسلل مقاتل إلى قفص مرجان، كان يتفخر أمام زملائه والزوار أنه أيضا أسد، فراح يضايق اللبؤة إلى أن هاجم مرجان وقتله. في اليوم التالي جاء شقيق الضحية منتقما، فرمى قنبلة يدوية في وجه مرجان، ففقد بصره وسمعه وسقطت أسنانه مع فكه، وظل يتغذى على اللحوم المفرومة إلى أن وقع الغزو الأمريكي وسقط حكم طالبان. اكتشف العالم صور مرجان المثيرة للشفقة، ناقش البرلمان البريطاني مأساته، وجمعت له منظمات الرفق بالحيوانات التبرعات، وأرسلت ألمانيا وبريطانيا فرقا من الأطباء البيطريين والممرضين. عاش مرجان أزهى أيامه تحت رعاية طبية لم يحظى بها أي أسد في العالم، إلى أن نفق في 2002 إبان حكم حامد كارزاي. كانت له جنازة رسمية. بعد نحو 20 عاما يسكن الأسد الأبيض عرين مرجان. الأسدان اللذان أهدتهما الصين إلى حكومة ما بعد الغزو الأمريكي نفقا أيضا مع حيوانات أخرى نالت منها حروب أفغانستان ومآسيها. نطلب من الحكومة الجديدة أن تهتم برعاية الحيوانات، وعلى الزائرين كذلك أن يكونوا لطيفين معها. هنا كان يعالج مرجان، عيادة بيطرية أعيد بناؤها بعد الغزو الأمريكي بعدما دمرتها الحرب الأهلية. وقتها عم الفقر وانتهت العشرات من حيوانات الحديقة في بطون الجائعين، لكن مرجان يبدو محظوظا، يرقد في جوف الأرض، وفوق ذلك خلدته أعمال أدبية عالمية، شعرا ونثرا، من ذلك رواية عداء الطائرة الورقية. رحل مرجان أسد أفغانستان متأثرا بشيخوخته وجراح ألحقتها به الحرب الأهلية. في هذا الجزء من الحديقة جرت مراسم دفنه، وقبره أصبح منسيا، لكن قصته لن تنسى، ستحفظها ذاكرة الأفغان المضطربة. صابر أيوب، العربي، كابول.